ادريس محمد ابو صالح، ساكن في جرش في مخيم جرش، دارس بكالوريوس صيدلة، حاليا بعمل على زراعة المنتجات بتقنية الزراعة المائية. طبعا هي تقنية الزراعة المائية انه احنا بنستغني عن التربة نهائيا بالزراعة، بنستخدم مكانها وسط بديل. طبعا هي كفكرة بلشت معي بوقت الكورونا، كان في وقت فراغ كثير، كان لازم انه استغل الفكرة بمشروع بأي اشي، فأجت في بالي فكرة الزراعة المائية، فعملت نظام زراعة أكوابونيك، وكان فكرة كثير ناجحة، وبلش من خلال أنه يتطور المشروع لحد ما وصلت للنظام الزراعة الحالي. طبعا حاليا عم بزرع المنتجات بنظام الهيدروبونيك، أنه إحنا بنزود للنباتات العناصر والمحاليل اللي بتحتاجها للزراعة. طبعا حاليا أنا بعمل على زراعة عدة منتجات، منها البصل الأخضر، الخس الأحمر، الزعتر، الفراولة، المئرمية. بالدورة الزراعية البصل الأخضر بيحتاج مني من 40 لشهرين، من 40 ل60 يوم بالدورة الزراعية، والخس الأحمر بيحتاج حوالي 40 ل50 يوم، والزعتر بيحتاج حوالي يعني حسب الموسم. كان نظام حالي بحتاج أيدي عاملة إنهم يساعدوني، خصوصا بوقت الزراعة بوقت الحصاد، لأنه هو هذا اللي نحتاج فيه الأيدي العاملة، فأنا عم بيساعدوني فيه إخواني بالزراعة.